الموقف ان انا كنت عايز اتكلم في او اشارك في المؤتمر الرئاسي بكلمة خاصة او سؤال خاص لسيادة الرئيس. كان سؤالي يعتبر متعلق بزاوية القدرات الفائقة، ولما معرفتش اسأله فقلت اسأل الرئيس. فكنت عارف ان تاني يوم خلاص يعني هنخلص البروجرام والحفلة وهنمشي، فحاولت ان اوصل قدر المستطاع عشان اقول اللي جوايا. ابتديت اتوجه كلمة للسيادة الرئيس واشار ليا بالمجيء، وبعدين كلمته قلت له على ان انا اتمنى المشاركة في المؤتمر القادم ان شاء الله، ان انا كان جوايا ان اتكلم اكتر عن ذوي القدرات الخاصة، بس ما حسيتش ان انا خدت فرصتي. فبما ان عام 2018 هو عام ذوي القدرات الخاصة، فكان لازم اتكلم عنهم باستفاضة اكتر، عن المشاكل اللي بتواجهنا، عن الصعوبات اللي بتقابلنا في حياتنا، عشان المجتمع يعني يسمع لينا ويحسسنا ان احنا جزء من المجتمع فعلا. بالنسبة للي حسيته من الكلام مع سيادة الرئيس، انا كنت حاسس بسعادة ان في مسؤول بيسمعني، في رئيس دولة بيسمع الشباب، في حد بيقول لكم انا هو موجود عشان اسمعكم. ففكرة الكونكشن او التواصل ما بين مسؤول وشاب دي كانت حاجة كويسة في حد ذاتها.